5 من 2018 كان بند رقم 7 يعني جدول رقم 1 كان ملحق بالقانون الاول، المادتين 17 و32 حكمت المحكمه العموميه اولا ومعقبه كل من رمان حمدي عبد العاطي محمد رشوان وحمدي عبد العاطي محمد رشوان وعمر حمدي عبد العاطي محمد رشوان وعلي حمدي عبد العاطي محمد رشوان ومحمد عصام السيد ابو زيد بالسجن لمده 15 سنه عم حسن الله اليه. ثانيا بمعاقبه كل من ايهاب حاتم سمير عبده وسيف الدين اسامه بالسجن لمده 10 سنوات عم حسن الله اليه. كما كلمة في هذه القضية التي رأت أن لها كلمتان هما عنوان هذه القضية القهر والطمع. أما الأولى وهي القهر فهو الوصف الفعلي والحقيقي لها، فالمتهمون جميعا أبوا إلا أن تكون ساعات المسألية الأخيرة في بنيان هي ذلك القهر. والذي أما الأولى وهي القهر فهو الوصف الفعلي والحقيقي لها، فالمتهمون جميعا أبوا إلا أن تكون ساعات المشمليه الأخيرة في بنيان هي ذلك القهر والذي عايشه بل عناه بجميع صنوفه وألوانه، وتمثلت هذه الألوان وتلك الصنوف أولا في احتجازه في شقته وقائلين له لم أغادرها إلا إلى قبرك. ثانيا تقييد حريته وحركته، فممنوع عليه القيام حتى من مقعدك، ممنوع عليك القيام حتى من مقعدك، فإن حاول يكون فوقه شخص وآخر، ممنوع الحركة ممنوع التحرك. وعندما حاول البعض استقطاع ما تناهى إلى سمعهم وطرقوا باب شقة المكن عليه، ماذا رأوا؟ قرروا أنهم رأوا المبنى عليه مستندا إلى الحائط ولم يحرك ساكنا أو ينطق بكلمة. ولعل في هذا الوصف الصادق والفعلي حالة المبنى عليه آنذاك، وكأنه أميت قبل انتحاره ولكنه هنا قهرا وإذلالا. الاستيلاء على جواز سفري